مواليد برج الحوت ديالك فرحة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتك. أبشر ونبدأ بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الحوت. صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. واتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فالاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من التعطيل او من قرين او من تابعه اكتب صلي على النبي في التعليقات، وهديك لينك قناه الشيخ يوسف لجميع العلاجات. وبعد الاستخاره هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف سوره التوبه. بسم الله الكاشف براءته من الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شايف يا برج الحوت في ناس بتحقد عليك، يعني بتحقد عليك خاينين أو هذا غدارين، لأنهم دول واخدين جزء كبير من حياتك، عاملين لك بعض العراقيل، بعض المشاكل، بعض التعب، بعض الخنقة، بس أنت يعني كد وجود بفضل الله تعالى. أنا شايف برضو في موضوع في تردد أو حيرة، بتتردد في حاجة، في موضوع عايز تعمله أو كذا، لأن أعصابك تعبانة، شايفك متردد وفي حيرة محتار. أنا شايفك بتحاول تطلع من اللي أنت فيه، يعني تبص لحياتك، تبص على التعب اللي حصل في حياتك، لأن أنا شايف في أخبار حلوة بإذن الله تعالى، شايف في أخبار حلوة. في خطوة جديدة، شافك في ندم على حاجة عملتها، هتكون ندمان عليها وبتستغفر ربنا عليها وتقول يا رب تبت ليك وردعت ليك يا رب، وندمت على الحاجة اللي عملتها لأنك أنت غلطت في غلطة غلطتها أو حاجة عملتها ندمان عليها. شافك أنت بتفكر كتير اليومين دول، لأن شاف عندك ظهور حقيقي من بعد الاستغفار والتوبة، شايفك هتظهر قدامك أشياء أو هتعرف حقيقة قدامك مخباية عليك، هتعرف الحقيقة وهتظهر. بس خلي بالك من الأعداء اللي حواليك، مش كل الناس زي بعضيها، فخلي بالك من الناس اللي حواليك، لأن أنا شايفك بتعيد نفسك وبتحاسب نفسك وبتعيد الثقة في نفسك. حصن نفسك بذكر الله من الطاقات السلبية، لأن دول بيعطوا طاقات سلبية، بيعطوك سم، مش ليس طاقات إيجابية، بيعطوك سم. لأنك عايزك تدخل في هذا الطاقة الإيجابية، تبعد عن الطاقة السلبية وتدخل في الطاقة الإيجابية. أنا شايفك برضو تعبان ماديا أو مزنوق ماديا، بس ديالك أرباح، ديالك رزق، ديالك انفراجة، ديالك في خبر حلو الأيام اللي داية بإذن الله تعالى. أنا شايف برضو انت هنا يا برج الحوت عندك اعراض كثيره، يعني عندك تعب، عندك خنقه، عندك مشاكل صحيه، عندك ضيق، عندك الم في الراس، عندك توتر، مش عارف، الدنيا معطله قدامك، هذا سحر، مصاب بسحر، عامل لك ارهاق وتعب وخمول وتعطيل في الرزق يعني شايف حالات كثيره عندك يا برج الحوت، هذا سحر اخواتي في الله. شايف ان انت شايل مسؤوليه، شايل حب، شايل اطفال او شايل حاجه، ان شاء الله كل شيء انحل. شايفك برضه بتخلص اوراق في المحكمه او في الحكومه، بتخلص اوراق او بتخلص حاجه عند الحكومه، ان شاء الله هتخلصها باذن الله تعالى. انا شايفك هنا برضه زهقان او تعبان او مخنوق من كل الاشخاص اللي حواليك، مش لاقي اشخاص تثق فيها او تحكي لها او تعطيها همك او تشاركك في حزنك، مش لاقي الشخص المناسب ليك يا وليد برج الحوت. شايف برضو انت عمال تدعي بتقول يا ربي هون علي اللي انت فيه، لان شايف عندكم في شريك حياة صالح هيكون معاك، شايف امور هتتبدل معاك باذن الله تعالى. بس عالج التعب، عالج السحر اللي عندك، لأن عالج السحر اللي عندك واخلص منه السحر والحسد، منكم من عنده سحر وحسد، حاولوا تخلص من هاي الأشياء اللي عندكم كي ربنا يفتح لكم الأبواب اللي معطلة والأبواب اللي مقفلة في وشكم. شايف برضو إن أنت بتشتري حاجة، بتشتري حاجة خير ليك، يعني أنت بتشتري أشياء إن شاء الله بتكون خير ليك وحابب إن أنت تشتريها.
بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. احبابي في الله ادعموا الفيديو باللايك فضلا وليس امرا. ما تزعلش قوي، ما تشيلش الهموم كثيره لان الزعل مسيطر عليك. انا شايف برضه الايام اللي دايه في حاجه بتشتريها او بتمضي حاجه بتكون خير ليك. انا شايف برضه بيتيت للوقت في الوحده. انا شايفك عازل نفسك يا برد الحوت، بس انت عزلت نفسك عن ناس كويس مش كويسه، بقيت لوحدك بعيد عن الناس دي، عزلت عنهم. يعني انت ناس كثيره تعباك بتخرجها من حياتك، او خرجت ناس كثيره برضو من حياتك. في ناس تعباك كثيره وعينهم عليك كثيره، بيتمنوا سقوطك، عايزين يتعبوك، مش حابين لك الخير اللي دايلك او الخير اللي هتبقى فيه. انا شايف ان عندك خوف كثير، في كمية خوف في حياتك. يعني شايف عندك كمية خوف رهيبة، خايف من بكرة، او خايف على حد تعبان عندك، او خايف من ايه، في حاجة انت خايف عليها او عندك خوف مسيطر على قلبك. بسم الله الكاشف. انا شايف هنا، شايف ان حد ظالمك، شايف حد ظالمك يا برد الحوت، ومش شخص واحد، ده كذا واحد ظالمك. ان شاء الله ربنا يرد لك حقك، واللي عامل لك السحر، السحر اللي عملوه لك ان شاء الله هينرد عليه، لانه تعبك، السحر تعبك، السحر تعبك، خازوا فلوسك، تعبوك، تعبت كتير، لان شايف السحر تعبك جدا جدا. ان شاء الله هتشفى منه بفضل الله تعالى. شايفك ان انت مشتاق لاطفال، او مشتاق لاحبة، في حد مشتاق عليه، لاما اطفال لاما احبة، مشتاق ليهم. ان شاء الله في دايلك باذن الله تعالى. برضو عندك تعطيل او وقف في الرزق، وقف في الرزق، الرزق واقف معك. في حد خذلك وخد فلوسك، او حد خذلك وضحك عليك، وقريب كان لقلبك جدا هذا الشخص يحوط، الشخص ده كان قريب لقلبك جدا بس خذلك وضحك عليك. عشان برضو مشكلتك انك بتثق في الناس، بتثق في الناس كثيرة. في حد برضو وثقت فيه قريب جدا على قلبك، ممكن زوج او قريب او حد خذلك او ضحك عليك او كذب عليك وتركك وخد منك اشياء كثيرة هذا الشخص، بس خذلك او كذب عليك. ان شاء الله حقك هيردع لك منه باذن الله تعالى، باذن الله تعالى حقك هيردع لك من الشخص اللي خذلك، لان شاف فيه انفراجات، شاف فيه فرحه، شاف فيه فرحه قريبه باذن الله تعالى. بس حاولوا تخلصوا من السحر اللي عملكم عراقيل في حياتك. صل على النبي في التعليقات او اكتب تم، وانا هديك لينك قناه الشيخ يوسف للعلاجات، او انت ابحث في البحث الشيخ يوسف، اكتب الشيخ يوسف هتلاقي قناه الثانيه بصوتي برضو لنفس العلاجات منزلها. شاف برضو دموعك يا برضو الحوت نازله، عندك حزن او دموعك نازلة. شافك برضو بتسعى فك السحر، شاف يعني بتسعوا بتستمع منكم، بحاول بأي طريقة لفك السحر اللي عندكم منكم. برضو بيستمع للرقية او بيعالج نفسه ومش لاقي نتيجة. ان شاء الله راح تشفى بإذن الله، لان شايفك بتخرج من ظلمة الى نور، او من عتمة، او من ضيق، او بتخرج من حاجة تعباك حمل عليك، بتخرج منه الى طريق صحيح، او طلع النور، بتخرج من الظلمة او من الظلمة الى النور. في حمل عليك او ضغط عليك بتخرج منه، وبعد ذلك بتحس بالراحة، او بتحس انك فايق، او حابب الدنيا لانك كاره الحياة ومخنوق ومتضايق، مش طايق حد. شافك هنا بتعبر بمشاعرك لحد، بتحكي له مشاعرك، او بتعطي له تقول له اللي في قلبك. بس خلي بالك انت فرقت حد، او حد فرقك، او حد تركك، والفراق ده صعب على قلبك، زعل جدا. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. انا شايف برضو منكم حصل ما بينكم انفصال، والانفصال كان بسبب السحر، بسبب السحر الانفصال اللي حصل ما بينكم بسبب السحر، في منكم اللي انفصل، وهي ست خبيثة، ست واقفة لكم في الطريق، بتلف حواليكم، هي الست دي
اللي تعبتكم وعملت لكم عراقيل في حياتكم. ربنا ان شاء الله هينديكم من اللي انتوا فيه، وهتطلعوا من الطريق او من الظلمه الى النور باذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى، فضل وليس امر. ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. انا شايف هنا برضو في حد عندك هنا، الحد خبيث، الحد غامض، الحد مش كويس، في شخص مش كويس، خلي بالك منه، خلي بالك منه، لان الشخص ده بتاع مشاكل مش كويس، هيوجعك في مشاكل، هيوجعك في عراقيل في حياتك، هتتعب من وراه. فخلي بالك مع كل الناس، مش كل الناس اللي تمشي معاها وتعطيها سرك او تعطيها ما في قلبك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. عندك مراقبة يا برد الحوت، في حد بيراقبك من بعيد، في حد متابعك، في حد حابب يعرف كل أخبارك ومتابعك من بعيد، عينه عليك. أنا شايف برضو في حد بيخونك، يا إما الشريك يا إما حد عزيز على قلبك بيخونك، في خيانة يا برد الحوت، شايف في خيانة. أنا شايف برضو تعبت قوي، بس أنا شايف عندك فرحة وعندك انفراجي، وشايف فرحة بإذن الله قريبة ليك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغلق. أنا شايف في طاقة، طاقة الخروج من الهم، بس يعني أنت مشكلتك السحر، السحر السحر تعبك، كل ما تتقدم خطوة ترجع خطوتين لورا. حاول تخلص من السحر، لأن عمل لك حاجات كتيرة في حياتك، عراقيل في حياتك. بسم الله الكاشف. انا شايف هنا كمان حد هيقف معاك، او حد هيقف معاك، شخص هيقف معاك لانه هيساعدك وهيدعمك، يعني هتلاقيه واقف معاك، واقف في كتفه في كتفك، هيدخلك في طاقات ايجابيه، يخليك فرحان او مبسوط او سعيد، لان انت كل ما تمشي في طريق تلاقيه مسدود، او تلاقي الباب مسدود قدامك، او كل ما تدخل في طريق تلاقيها ظلمه من السحر. بسم الله الكاشف. أنا شايفك بتاخذ قرارات أو بتاخذ إجراءات، خذ الطريق الصح وركز في على هدفك الصح عشان توصل لهدفك، لأنك أنت تعبت جدا، تعبت تعبت، فحاول تركز صح وتاخذ القرار الصح. بسم الله الكاشف. أنا شايف هنا حد عندك قريبك، أو حد تعب بمرض أو فيروس أو حاجة زي كده، تعبته في شخص قريب على قلبك تعب، او من اهل بيتك، لان انا شايفك زعلان على شخص مريض، او نفسيتك تعبانه من شخص مريض او حد مريض، ان شاء الله راح يشفى باذن الله تعالى. انا شايفه راح يشفى بفضل الله تعالى ان شاء الله. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. شايفك بنت يا برد الحوت محتاج حد يساعدك، تفضفض له في قلبك، تحكي معاه، يتحدث معاك شخص يكون تثق فيه وتكون واثق فيه. شايفك عايزك تستهم بصحتك اليومين دول، وتخلي بالك، يعني تطلع من هذا الطاقة السلبية، اخرج من الطاقة السلبية، لان شايف برضو ان انت تخرج من فترة صعبة، صعبة. شايفك هتخرج من فترة صعبة عانيت منها، في يعني شايف برضو في تحقق انجازات بالعمل. انا شايف برضو في حاجة حلوة هتحصل في حياتك معاك قريبة، كنت منتظرها بفارغ الصبر، وراح تخرجك من الزعل ده كله. شايف برضو الدنيا بتضحك لك ليك مرة ثانية، وبرضو هناك شخص بيحبك قوي لكنه أراه بعيد عنك، وانت مش عارف انه بيحبك هذا الشخص، او مش عارف تتقرب منه ازاي. شايف الشخص ده ما بين هو بيحبك، وفي طاقة مال دايالك قوية بإذن الله تعالى. انا شايف برضو هتتغير، او في برضه شخص ظلمك راح يندم باذن الله تعالى على الندم اللي عملوه لك، او الظلم في ندم باذن الله. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. عشان برضه انت بتحاول تتنقل من مكان لمكان، او بتشتري منزل، او حاجه بتشتريه، لانها شرف. عشان برضه في امتلاك شيء، امتلاك شيء وتوثيق عقود. شايف يعني بتشتري منزل او بتشتري حاجه. انا شايف برضه للبعض هنا بتطلب برضه بكل مستحقاتك القديمه. شايف برضه انتصارات قانونيه في المحاكم وتحقق امنيات. شايف برضه في حبيب او شخص عايز يردع لك ويصالحك.
شاف في حد عايز يردع لك ويصالحك، نقول حبيب أو شخص قريب على قلبك، وشاف برضو ناس هتدخل في حياتك هتأثر عليك بالخير وبتكون بسبب في نقلك لمكان عالي لشغلك وحياتك وللمادية، وشاف هنا برضو للمبتعدين في تخاطر أو تواصل روحي ما بينك وما بين شخص أو ما بينك وما بين الشريك. شاف هنا للبعض المبتعد هو مبتعد، هذا كان بسبب السحر أو بسبب الطاقة السلبية هي اللي بعدتكم. للعزاب شايف رجوع علاقة أو ارتباط قريب بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى بإذن الله تعالى. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أركان عرشك أن تقضي حاجتي لي ولكل من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كلها، وأكثر من قراءة سورة التوبة بإذن الله تعالى بنية قضاء الحاجة. وهنشوف رسالتك بتقول لك إيه يا برد الحوت. فضل وليس أمرا أحبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك. فرض الله كربك ويسر لك أمرك ورزقك ما تتمنى. فرض الله كربك ويسر لك أمرك ورزقك ما تتمنى يا ورد الحوت بفضل الله تعالى. وإن كنتوا بتعانوا من السحر أو من المس أو من التعطيل أو من القرين أو من التابعة أو أي حدا بتعانوا منه، اكتب تم أو صلي على الحبيب في التعليقات، وهديكم لينك قناة الشيخ يوسف لجميع العلاجات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أسرار العالم الروحاني.